نرجع لحضراتكم من جديد، وطبعا من غير ما اقول كتير كلنا عارفين ان الشعر هو مقياس الجمال، وصحتنا بتبان دايما من صحة شعرنا. لو حد بيعاني من اي مشكلة في شعره نفسيته بتبوظ بجد، وبيبقى دايما عنده اسئلة كتير. اعالج شعري ازاي؟ ايه اللي يناسب شعري؟ وحتى لو مش بنعاني من مشاكل بنبقى عايزين نعرف ازاي ممكن نحافظ على شعرنا من التساقط، الهيشان واحنا في الصيف، وطبعا الرطوبة. كل ده هتجاوب لنا عليه النهارده ضيفتنا اللي منورانا دكتور نجلاء سرحان، دكتوراه التغذية العلاجية، دبلومة التغذية العلاجية، أكاديمية السادات، مدير شركة أورجانيكا جروب لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبية. برحب بيكي معانا دكتور نجلاء، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. النهارده معايا أسئلة كتير، وفي بعض الناس بقى في دلوقتي مدرستين، مدرسة إحنا في الصيف ولازم أعمل شعري تريتمنت علشان أنزل البحر وأنزل حمام السباحة ما يبقاش فيه معاناة ولا وقت كتير مهدر. وفي جروب تاني وبعرفهم كويس قوي يقول لك ايه تريتمنت بروتين ابدا، ده اللي بيوقع الشعر، ده احنا بنبهدل شعرنا، ده احنا شعرنا بيتقطع بعد كده وبيتساقط. انت مع اي مدرسه فيهم دكتور؟ انا مع مدرسه اللي انا عملته التريتمنت. بصي انا كمان على فكره بالظبط، بس الاختيار الاختيار بالظبط، التريتمنت الصح اللي ما فيهوش مواد تضر شعري وعارفه كويس قوي انا بستخدم ايه وقارنه كل مكوناته ومنين ومصدر موثوق فيه ومكانه موجود تقدري ترجعي له في اي وقت، هو ده اللي انا اقدر اثق فيه. صح. طيب ايه الشائع عن البروتين؟ زي ما احنا بنقول هو ان هو بيدمر الشعر، بيوقع الشعر، بيعمل فراغات في الشعر، ان هو كمان بيكسر الروابط اللي موجوده داخل الشعر. ده من ايه؟ الفورمالين. اوكي، يعني انا مش عايزه اقول يعني فورمالين ده بتاع التحنيط كارثه، مش كده؟ التحنيط بيحنطوا بيه الجثث زمان، ماده حافظه. الناس مفكره ان الفورمالين انا مش هيفرد شعري غير ان هو لازم يكون فيه فورمالين. الفورمالين ماده حفظ بحفظ بيها البروتين والكيراتين مده اطول داخل الشعريه، فالشعريه تبقى مشدوده جدا، عامله زي البلاستيك كانها شعريه فيك. انت مش قادره تتعاملي معاها انها شعريه طبيعيه طريه ما بتتحركش خالص، ده علشان الفورمالين اللي فيها. وبعد كده لما بيفرد الشعريه قوي كده بيدخل يكسر الروابط اللي موجوده داخل الشعريه. الشعريه سلسله جنب بعضها بالظبط، مترابطه مع بعض، لما بدخل اقوم مكسره على طول، لان كمان البي اتش بتاعه عالي جدا على الشعرايه، فبيدخل يكسر الشعرايه جوه ويكسر الروابط اللي موجوده، بيفرد الشعر. اول اسبوع، من تاني اسبوع تبداي تلاقي تقطيع في الشعر، الشعر بدا يتكسر لحد ما ياخد البصيله من فوق. اوكي، طبعا ده دمار للشعرايه. طب ايه اللي بيفرد يا جماعه الشعر؟ البروتين والكيراتين، وفي احماض امينيه دلوقتي موجوده مهمه جدا لبناء الشعرايه. يعني الاحماض الامينيه مهمه ان انا ابني بيها الشعرايه نفسها، افرد، ارمم، اعالج، ازود سمك الشعريه بالكولاجين. وبمناسبه الكولاجين مفيش حاجه اسمها فرد الواحد اسمه بوتوكس او فيلر، مفيش حاجه اسمها كده خالص. هما كل الحكايه هما هربوا المستحضرات بتاعه الوش والحقن وكده وعملوها كانها، لا هما هربوا من حته ان البروتين بيوقع الشعر عشان في فورمالين، فقال لك طب في حاجه جديده اسمها بوتوكس او فيلر وما فيهاش فورمالين. لا انا قعدت افكر برضه يا جماعه مده، لا مفيش انت بتدوبيه في الاخر، انت بتوصلي لكريمه معينه، هي دي، هو ده البروتين. الكولاجين بروتين على فكره، الكولاجين نوع من انواع البروتين هايل جدا جدا للبشره والشعر، بس بزود بيه سمك الشعرايه، بيدخل جوه بيحشيل الشعرايه. الشعرايه بتبقى عباره عن حزم جوه بعضها زي انبوبه كده بالظبط، انبوبه، برافو عليك. ما فيها المسؤول كله عن اللون، مسؤول عن الحاجه، مسؤول عن ترابط الشعرايه، مسؤول عن التجاعيد بتاعه الشعرايه، الشعرايه مجعده ازاي، كل الحاجات دي حشوه فارغه ما فيهاش اي حاجه ناشفه جافه جدا، فطبعا بيبدا يعمل زي فايبر للشعرايه او يعمل حشوه للشعرايه كويسه قوي، بحيث ان الشعرايه سمكها يبقى عندي يزيد كويس جدا بالظبط. افرد بقى بروتين، افرد الكيراتين، ازود سمك الشعرايه بالكولاجين، احسن بقى ملمس الشعرايه واللمعان اللي بتشوفيه بالزيوت الطبيعيه والبانتينول والمواد المناعمه اللي موجوده، ومواد حافظه مهمه جدا يا جماعه انها تكون مش فورمالين. يعني مهم جدا ان انا ابعد عن اي حاجه فيها فورمالدايت حتى لو بيقنعني، لان خلي بالك انا ممكن اقنعك بالفورمالين. ايوه، قناعك الفورمالين كويس جدا، ده في الجبنه الرومي، ده احنا بناخده في الاكل، مضر بس هو لا مضر جدا، كارسينوجينيك فعلا. يعني بيجيب كانسر للي بيعمل الموضوع، بيستنشقه للعينين بالظبط، فطبعا ده خطر جدا اولا. ثانيا، اعرف منين ان البروتين بتاعي ما فيهوش فورمالين؟ ان انا الريحه الكريهه
مش مجرد دخان، الدخان ده وارد جدا في اي حاجه، وارد صح. في الزيوت الطبيعيه ان انا اكوي شعر لو زي ما قلنا في سبتي الحلقات اللي قبل كريم في كده شعرك شويه بالظبط، هيدخن. وارد جدا ان هو يدخن، لكن الطبيعي ان انا ما اشمش ريحه كريهه، اشم ريحه كريهه اعرفي على طول ان هو فيه فورمالين، احس بالتهابات رهيبه، الالتهابات دي مش قادره استحملها، هتقول لك هبعد عن جذور الشعر 2 ل 3 سنتي اعرف ان هو فيه فورمالين ومش تقدر تلمس لك بصيله الشعرين. اوكي. لكن المواد اللي هي بتبقى موجوده ما فيهاش فورمالدهيد تقدر طبيعي جدا انها تبقى تحصل ملامسه للجلد زي ما جربنا قبل كده، صح، البروتين على الايد ما حصلش ده اي بيبقى التهاب فيها تريتمنت يعني. بالظبط، علاج للشعرين. طيب دلوقتي بقى اللي احنا بنقوله ده اللي هو الكورس الجولد. الكورس الجولد لفرد وعلاج وترميم بس الشعر. انا شايفه كذا عبوه بس جواه. كذا عبوه، هو انا ممكن اعمل حاجه، ممكن طبعا. تعالوا نشوف مع بعض كده حاجه لطيفه قوي، انا عشان برضو بمناسبه ان البروتين زيرو فورمالين، طبعا البروتين بيوصل تلاقي مكتوب عليه ان هو زيرو فورمالين. البروتين مصرح من وزاره الصحه المصريه، البروتين بيوصلك اولا ريحته مفيش اي حاجه، لما اشمه كمان مش ضروري ان انا استنى لما يتكوي، ما بيدمعش العين، اوكي، يعني التاني اول ما تشميه نفاذة انت مش موت. هتقدري بالظبط، عامل زي النشادر كده، حاجه كده طلعت على طول فايتك دمعتي ما انتش قادره خالص. بصي انت مش هقدر اطلعها كلها بس مفيهوش اي مشكله خالص، ده البروتين. هنفضل مع بعض كده ده شويه لو بيه، في مش انا مش فورمالدهايد، لو هحط في على ايدي فورمالين اصلا لو في فورمالين. هنبص نلاقي بقعة حمراء في دقيقة. بالظبط بالظبط، فعايزه اقول ان هو اولا بيدي طراوه، يعني حتى لو انت تلاحظي هتلاقي فيه لمعان في الجلد، بيدي نضاره ولمعه لا، كويسه جدا للشعر وبيتشرب يعني. وبيتشرب بصي بسرعه. وانتي بتعملي كده بالظبط، تاني مرة لانه في خلاص. خاصيه سرعه الامتصاص، وسرعه الامتصاص دي مهمه جدا علشان ادخل في مسام الشعرايه نفسها وابدا ان هو يمتصها كويس عشان يحصل عمليه الفرد بكل سهوله زي ما هنشوف في بعض الفيديوهات الموجوده طب عندنا. واحنا بنشوف الصور اللي جايه دي، عايزه اعرف بقيه الحاجات كمان اللي في العبوه ايه، لان احنا الشعر اللي هيبان قدامنا دلوقتي هو شعر مجهد، اجهاد جامد. بصي الشعريه عامله زي ما شاء الله كمان تقيله قوي، بالظبط، يعني ما شاء الله اللهم بارك، الشعريه تقيله جدا، الشعريه دي تبقى عندي جميله بقى مجعده وهي مفروده. فاقده للحيويه، ده اللي انا بقولك عليه الويفي بس مش الصحي، ايوه، مش اللي هو ان انا افرح بيه. عايزه اقول لك ما شاء الله هتشوفي بعد تطبيق بروتين اورجانيكا بالتكنيك بتاعنا يا جماعه اللي موجود داخل المركز الشعريه انتوا هتبقى كمان عامله ازاي. بتعملوه في المركز؟ بنعمل في ده من داخل المركز اصلا، يعني اوكي الحالات دي من داخل مركز اورجانيكا. اوكي بصي الشعريه ما شاء الله واو، تحفه، ده بيتعمل بنفس الشعريه تحفه الطريقه بنفس اللي التكنيك، بيتعمل فيها البروتينات التانية، بس انتوا البروتين عندكم تكنيكات عادي بس احنا مختلفه. عندنا تكنيك مختلف شويه، انا شفت بنقدر ان حاجات احنا اجهزه شويه انفراريد وحاجات كده. انفراريد. بالظبط، بصي الشعريه ما شاء الله اولا اللمعه قويه جدا، واو، الشعريه نفسها تقلها وسمكها اختلف، طولها اختلف، انت شفتي بالظبط، شعرايه بقى دبل كانت الطول ما شاء الله، ما البنت شاء الله اولا عليها نفسيتها طبعا. كمان اتغيرت 180 درجه بجد. كده بقى مش عارفه معمول قامت فيه قالت حاجه. ايه؟ انتوا غيرتي نفسيتي وشكلي. طبعا، شكلي ونفسيتي، انا حاسه ان ده انا انا حلويت. فرحت لها، انا كدينا فرحت لها، انا يعني حاسه ان ان انا حلويت شعرها بقى صحي وشكله حلو جدا. يعني. في مشكله دكتور نجله في حاجه، ان احنا اوكي بنعمل شعرنا التريتمنت وبعدين اسبوع والتاني ما احنا بناخد شاور وبنغسل شعرنا وبننزل بحر وبننزل حمام سباحه، ما هو التريتمنت ده ماده وهتروح. انا بقى يهمني الافتر كير اكتر كمان. بالظبط، افتر كير ان انا بحافظ جدا على الشعرايه بيه، لان احنا قلنا ان الشعرايه هي دي المكونات كلها اللي محتاجاها، بالظبط، فنحط الافتر كير فيه كل مكونات البروتين. انا حتى شامبو مش هتحتاجي تجيبي شامبو من بره خالص، اوكي، بالعكس ده هيحافظ لك، لان هو شامبو المجموعه، فاحنا عارفين احنا حاطين فيه نفس مكونات البروتين اللي تحافظ على الشعرايه طريه ناعمه مش هيشه ما بتجفش خالص، ما مفيهوش بينزلش صوديوم منها بقى البروتين ولا لانها زيرو سلفيت زيرو صوديوم. بالظبط كده، فيها اويلز عشان خاطر الاويلز دي تعمل بالانس للشعرايه نفسها وتحافظ على لمعان الشعرايه نفسها، فكل ده غذاء للشعرايه. في حاجه موجوده فيها هير ماسك، في زبده شيا، اعلي محتوى المائي داخل الشعرايه عشان تفضل عندي طريه. انا طول السنه اللي انا بفرد فيها وبيقعد من 9 شهور لسنه ما بيطلعش من الشعرايه، هو الجذور هي اللي بتطلع. ان شاء الله الحلقات الجايه هجيب لك بقى، لان بدا احنا فاتحين بقى لنا سنه، بدا من بعد سنه يجي لنا الناس اللي الجذور بيعملوا بقى جذور يعملوا بقى. ريتاتش بالظبط، وجذور. عايزه اقول لك ما شاء الله الشعرايه مفروده قويه، الشعر الحمد لله ما فيهوش تساقط، فرحانين جدا لانهم بيقولوا احنا فردنا كتير وشعرنا كان بيتبهدل، ما فيش طبعا. تساقط، الشعر بيطول
فده ليه بيطول؟ لان المكونات اللي موجوده اصلا كمان في الشامبو والهير ماسك والسيرم مغذيه للشعر، انا بغذي الشعر بعد مجموعه الفرد اوكي. بس. ولو استعملت التكنيك بقى المجموعه دي من غير حتى فرد ده يدي للحياشان الحياه بقى بالظبط، ادي للشعر. حياشان، دي الحياشان دي كيس تانية، دي كيس تانية. وما شاء الله جايبه لنا كل الكيس الصعبه المره دي، صعبه، ايوه شعر صعب. بصي ما شاء الله الشعر اهي واو ما تحفه. شاء الله عليها. ودول صغيرين في عايزه اقول السن لك دي دكتور عروسه، نجل. دي عروسه كان فرحها قرب الاسبوع ده، وجات كانت مبسوطه جدا جدا جدا، هي شافتنا وما كانتش مصدقه كمان ان انا هلاقي شعري كده. هي قامت، هو ده شعري؟ ده ناعم طبيعي، يعني الكلمه اللي بسمعها على طول بعد الفرد ده ناعم طبيعي، صح، الشعرايه طريه قوي، الشعرايه بتلمع، يعني هو مش مش محتاج مصدقين مانجمنت بقى، بالظبط. مش محتاج قصة بعد ما اقول لك على تغسليه. حاجه حصلت، انا عايزه اقول لك ان اللي بيجي لنا كمان بيقول لك انا ما مرتش بالستيب دي او الخطوات بتاعه طريقه التطبيق دي، ما مرتش بيها، يعني انا بقعد بيتفرد لي شعري خلاص يلا، لكن ما مرتش الستبس دي بالخطوات كلها. الستبس دي كلها، لان دي ما بتحصليش. انا جاي لنا حد من اسماعيليه مثلا، سي قالت لي شعرها كان تلف جدا، قالت لي انا ما انا في ربع ساعه كان شعري مفرود او نص ساعه بالكتير وغسلته ورجع تاني كده على طول. طب ايه؟ طب مش طب قالت لا ما فيش اي حاجه، ولا الاجهزه دي ولا التكنيك ده اصلا حصل. فطبعا طريقه الفرد كمان، التطبيق طب للمنتج بيفرق نفسه ده بيفرق كتير جدا، بلس جوده المنتج، يعني انا صحيح. جوده المنتج زائد التطبيق الصح خدي نتيجه محترمه جدا في شعر كويس جدا. بصي الشعور ما شاء الله. بصي بقى واو. الشعرايه هنا لو تلاحظي في اول صوره قبل تطبيق، يعني احنا جايبين 3 حاجات، والشعرايه جافه جدا، ايوه هيشه، اللي فوق متقصفه، ناشفه خالص ناشفه قوي بالظبط. تعالي بقى طبقنا وهيشه. المنتج تحت اللي هو جنبه الازازه، بعد كده ما شاء الله بعد الفرد كان ده الشعر يعني بجد ما شاء الله تحفه، سمكه بيزيد، واو تقله كمان، ما هو اما بزود سمك الشعرايه تقل الشعر بيزيد طبعا. بالظبط. التريتمنت يعني طبعا زي ما بنتكلم كده اي سن ممكن اي سن يعمل انا بقول تريتمنت. دايما من سيدنا 6 سنين يا جماعه، طب جالي 3 سنين وجالي 4 سنين جالي بقول لا صغير قوي، تقل يعني بدري اقدر زياده، اخد له حاجه تانية بقى، ايه بقى؟ اقدر اخد له مجموعه زيوت تغذي الشعر، ده هايل جدا انها زيوت طبيعيه، اقدر اخد له الشامبو عادي اغسل لانه ما فيهوش صلفيت ولا صوديوم، فهقدر احافظ على الشعرايه نفسها صح. لبنتي، هقدر اخد له الهير ماسك عشان اهدي الهيشان والتجاعيد اللي يبقى موجوده برضو فيه، وحتى لو ناعم عايز اعمله وبرضو كيرلي بالظبط طري. طري، ولو عايز اعمله كيرلي او حاجه هيبقى شكله لطيف وشكله بيلمع وجميل جدا. من 6 سنين دايما بقول عشان الحوامل، الشعرايه تبان، عشان ده الحوامل سؤال جاي بصي لي برضو، انا حامل بعد اعمل ايه؟ دايما بقول بعد 5 شهور، اوكي بعد 5 شهور يا جماعه ما فيش مشكله خالص. ليه؟ ال3 شهور ده اول 3 شهور مهمين في تكوين الجنين، صح. الاول 3 شهور، بعد 5 شهور 6 شهور ما فيش مشكله خالص. طيب من الحاجات اللي بتعصب انك تروحي للكوافير وتعملي لون حلو انت يا دوب عرفتي تظبطيه، يعني عرفتي تظبطي درجه اللون بالعافيه، لا هو عامل اورنج ولا نحاسي ولا اي حاجه، وبعدين قلت ايه اسبوعين ثلاثه هعمل ما اعمل بروتين، تريتمنت بقى عشان هنزل البحر هعمل، يغير لك لون السبب تبص تلاقي دمار في اللون. بالظبط. ايه الحل؟ بس التكنيك الصح المفروض بفرد او بعمل التريتمنت بتاعي، بعد كده ببدا ان انا اعمل الصبغه، الصبغة. والصبغه كمان تكون ما فيهاش اموني، يعني فري امونيا، في صبغات دلوقتي بقت متوفره في كل حته وموجوده ما فيش اي مشكله خالص فيها، بتبقى فيها فري امونيا، وده بقى يعني بيجي من يعني من المكان نفسه ان بالظبط. هو مش عايز ياثر على الشعرايه، وبدي بندي برضو النصيحه، لا انا عايز اعمل مثلا لون كذا، لا خلينا في اللون كذا عشان كذا كذا كذا، ليه؟ عشان خاطر الاضرار اللي هتحصل على الشعرايه، وبنبدا نحدد درجه اللون عن طريق الصبغه دي، وبتتعمل داخل مركز اورجانيكا برضو، وبنصبغ بعد البروتين بعد في نفس بقى اليوم في نفس السيشن، بنصبغ في بعد نفس البروتين السيشن مفيش مشكله خالص، علشان كده ما ي... يعني اللون ما يضربش. لكن بما ان ده ما فيهوش ما فورمال دايت، بيقرنش الشعر. دي نقطه تهمني بقى. بالظبط، الفورمالين لما باجي اعمله او محطوط اصلا في اي منتج، لان بعض المنتجات دلوقتي بقى فيها فورمالين، اي منتج بيتحط فيه فورمالين بتلاقيه غير لون الشعرايه خالص. صح. طيب الطبيعي ان انا لو حطيت زيت وبدات اكوي الشعرايه حتى لونها هيتغير، بس هيتغير بسيط قوي، مش درجه الاورنج، يعني مش درجه ان انا اخلي لون شعري اورنج مقرنج، لا ده مش هنفع اعمل عليه اي لون خالص، أي. وبيضرب الالوان كلها، لكن انا اقدر ان انا اعمل الفرد والعلاج بالبروتين اورجانيكا، واقدر بعدها في نفس السيشن لو هعمل لون واحد، انا دايما بقول برضو عشان احنا بندي نصيحه هعمل لون واحد بنعمله عادي مفيش اي مشكله بعدها، طب لو هضطر ان انا اعمل بلوند او حاجه اهي بستنى الصبغات حوالي قدامنا اسبوع اهي. بالظبط. شعر تحفه، دي بنوته على فكره شعرها بيفور اند افتر، هو نفس اللون، خلي بالك
هو نفس معقولة؟ اللون. بصي اه هو نفس اللون، لو قربوا شويه الصوره وشفتيها هتلاقي نفس اللون، ما اتغيرش، حتى السمار اللي موجود في الجذور بالراحه اه ده موجود. موجود اوريدي معاه. فده بنوته وشعرها بسم الله ما شاء الله كان تحفه. عايزه اقول لك مامتها كانت فرحانه جدا جدا، البنت طبعا اتصورت معايا كتير جدا لدرجه انها فرحانه في شعرها، حبيبة قلبي مبسوطه ده حبيبتي، بيبقوا سعدة جدا. بيغير طب الشعر جدا. دلوقتي بقى ده بالنسبة للتريتمنت، اه وان احنا الحمد لله ضمننا ان ولا لون شعرنا هيتغير ولا شعرنا ولا هيقع. شعرنا طب هيقع ولا افرضي هيتقصف. جايلك بقى واحدة من الاساس ايوه عندها بيحصل تساقط شعر صح، وجاية عايزة، تعمل عارفة، الاثنين. انا عايزة بيجي لي الاتنين، الاثنين مع بعض. اه عايزة شعري يقوى وعايزة برضو اعالجه واعمل له بالظبط بروتين، ماليش نفس ولا ايه يعني؟ بالظبط. بصي عايزه اقول لك ان فعلا فعلا حرفيا الشعر فعلا بيتغير، وبيغير شكل الست جدا 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 للاحلى كتير. طبعا. فيجي ستات هي مش عايزه تقعد طول الوقت كده بشعرها، هي مش عارفه تعمل ايه، فبتقول طيب انا شعري بيتساقط، هو ينفع ان انا افرد وفي نفس الوقت اعالج التساقط؟ اه ينفع تفردي، لان ما فيش عندي فورمالين في البروتين، اه فتقدري فمش تفردي شعرك مش وتستمتعي بيه هيخليه ومش يسقط هيعمل اكتر. تساقط، فالتساقط العادي اللي موجود عندك هو اللي هيفضل لحد ما نستخدم بقى مجموعه الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. اوكي. الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر زي ما قلنا، ويمكن انا بقولها كتير لان انا عايزه افهم الناس الحاجات الطبيعيه عامله ازاي. طبعا. يعني الحاجات الطبيعيه حلوه جدا، بس مش اي حاجه طبيعيه، مش اي حاجه اقول انا في المطبخ فانا هحط مش عارفه ايه على ايه، لان جاي لنا ناس حصل لهم والله صلع بالحته دي، يعني ان هم حطوا مش عارفه ايه على ايه، بيضه على مايونيز على مش عارفه على مين فكرة، على ما هي مين. الحاجات الطبيعية دي بتتفاعل برضو، ايوه طبعا، يعني ونسب لازم نسب انا مش دكتور مدروسه. يكون النسب دي بالظبط ويشوف بالظبط، ده احنا ينفع مع ده ولا لا. بالظبط انت عندك فريق طبي كامل شغال على التركيبات، وبتدخل وزارة الصحة تتوافق عليها ان التركيبات دي موافقة للعلاج المشكلة دي، فينفعش انا اجيب نسبة يلا حطي معلقتين مش عارفة ايه على 3 معالق ايه. لا فعلا جاي وشي لي بصل شاور، وشي ثوم والله جاي وشي لي شاور متدمرة تقلية في تقول لك الراس. انا عملت وحطيت، يعني اخر حاجة خالص مشكلة جاي لي على الواتساب قبل ما ادخل البرنامج، انا جاي لي حد بيقول حط يعني بتادين على مش عارفه ايه على ايه، شويه حاجات كده مطهرات على بعضها، وراح حاططها على الشعر، راحت موقعه له شعره، بيقول لك عملت له فراغات في شعره. دي وصفه كان جايبها من على النت. ليه يعني ليه اعمل وصفات وادمر والله بحزن شعري؟ على الناس اللي انا مش بتعمل ضد كده. الوصفات الطبيعيه اللي هي مش هتضر، اللي هي ما احطش فيها نسب انا مش فاهماها. صح. ما ينفعش، انا خلي بالك انت ممكن تعملي مجموعه زيوت ما انتش عارفه النسب بتاعتها تنشف لك شعرك. ده طلع الزيت الحلو حاجة واللوز الحلو حاجة بالظبط، وزيت والمر المر حاجه حاجة، طبعا، المر واحد بيوقع الاستخدامات. واحد بيطلع. بالظبط، اه المر يعني الاستخدامات طب ما والحلو هو لازم الاستخدامات يبقى تانية في خالص. حد عنده العلم ده اللي بيعمل لي المكون ده. بالظبط، ما اقدرش ان انا استخدم اي وصفه. طبعا كل زيت زي ما انت قلتي ليه استخداماته، والزيوت كمان نفسها عصرها بيبقى على البارد ده مهم جدا، في حاجات بتبقى فيها الغاز الخام نسبته كذا، في مش عارفه ايه الحاجات دي، نسبه البيور بتاعت الزيت نفسه، صح. لان الزيوت بره تلاقيها هو بارافين بيحط زيوت كده ويحط لك ريحه مثلا جوز الهند، وخدي بقى هو ليكويد، هو جوز الهند مش ليكويد، صح. جوز الهند يا جماعه ده مش ليكويد، عامل زي السمنه البلدي، مبشور. زي السمنه البلدي بالظبط، هتحطيتيه شويه تلاقيه يجمد نفس شكل بياض بالظبط السمنه البلدي. صح. طيب بالنسبه لزيت الخروع، عامل زي عسل النحل، ايوه انت بتجيبيه من بره خفيف ويقول لك ما بيجيبش نتيجه معايا، لا ما هو دي المستخلصات الطبيعيه اللي الحاجات الميديكال او الشركات الميديكال بتستوردها، لكن الحاجات اللي هي متداوله في السوق دلوقتي دي او مش عند هي دي العطارين بتبقى، الأساس. بالظبط عند العطارين دي بتبقى صعبه قوي، وخصوصا ان انت بتاخديها ولا عارفه الاكسبير بتاعها ايه ولا عارفه هي هتستخدم ازاي. فطبعا انا لازم اخد منتج عارفه الاكسبير بتاعه عامل ازاي، انا واخداه شكله عامل ازاي، خدته في ايدي يعني المنتج نفسه. الحاجة بقى اللي برضو كل الناس تسأل عليها، يعني مثلا كورس تساقط الشعر أبدأ إمتى أحس بالفرق؟ إمتى أحس إن شعري لا ده ما بقاش يقع؟ بس هتحسي بتحسن في اول 2 لـ 3 أسابيع تحسن. طب ابدا يوقف على بالنتيجه. الأقل الوقوع. بالظبط، النتيجه بقى نتيجه انبات اطاله اي حاجه من 3 شهور لـ 6 شهور احيانا لسنه حسب المشكله. طيب بقول 3 شهور ليه؟ ليه؟ دوره حياه الشعرايه 3 شهور. اه طيب انا ما اقدرش ان انا اقول يا جماعه انا عايزاه دلوقتي حالا ينبت. ده بصي دي راجل، حاله، ده لا راجل، دي دي حاله ست، ست. ست، بصي هقول لك وممكن على حاجه. الستات يحصل لها اه طبعا، صلع من بس فوق فين الراس. بقى؟ فوق الراس. اه لكن الراجل بيرجع وفوق الاثنين مع ايوه بعض لحد ما بيرجع خالص لورا ويبدا ان هو يطلع خالص، لكن الست بتبدا من جوه. عايزه اقول لك دي حاله، الحاله دي استخدمت خلايا جذع، دي جلسه واحده، دي جلسه واحده وبقى لها 10 ايام بالظبط، واو. دي بقى لها 10 ايام الحاله دي. ايه الشعرايه عملت ايه؟ خلايا جذعيه بلس الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر اورجانيكا بتكنيك الاستخدام اللي احنا بنقوله دايما، والفريق اللي هناك بيشرحوا بالظبط نستخدمه ازاي، كانت النتيجه. انت ملاحظه لون الشعر اه اختلف؟ اغمق. اغماء،
الشعريه بدات ليه بقى؟ تتغذى، ودي لا اول وبيلمع فكره. احنا يعني على فكره طلع له مع شعر، الحاله دي طلع لها سوري بصي مش قادره اتخيل ان ست صبرت على نفسها لغايه هي لما معلش هي كان شعرها عندها فضي. حاله يعني نفسيه كده او ظروف صعبه شويه، فبدا ده. عايزه اقول لك ان احنا هنستمر مع الحاله دي، وهجيبها لك كمان في المرات اللي جايه لحد ان شاء الله باذن الله لما تلاقي حبيبتي الامبات حصل باذن الله. بصي الشعر دي برضو حاله كانت عندنا، لون الشعر دايما بيتغير. بسم الله الرحمن الرحيم، لون الشعر اتغير لان الشعر اتغذى ايوه عندي، طبعا. بس دي ما هو مبدئيا. في شعر ضعيف بالظبط بهتان بالظبط وفي شعر متغذي وده لونه الحقيقي بالظبط، فبيبقى فائد اللون بتاعه، واللمعه. صبغه المعين واللمعه بتاعته والسمك بتاع الشعريه نفسه. الشعريه لما بتتغذى بتطلع قويه زي الزرع، صحيح. شديده. هو يعني برضو ده 3 عبوات صح ولا اربعه؟ ده ثلاثه 3 عبوات، ثلاثه. المفروض ان ايه هو بقى الشامبو، ايه وايه وايه؟ الشامبو واللوشن ومجموعه الزيوت الطبيعيه. ده بيستخدم ازاي؟ يعني له طريقة بالظبط، للاستخدام؟ انا بستخدم بغسل شعري مرتين في الاسبوع لـ3، وبعد كده بستخدم اللوشن صبح وبالليل، برجه كويس قوي لان هو كل خلاصات طبيعيه، فلازم الرج الزيوت دايما بالظبط بتنزل تحت. الاعشاب والحاجات كلها بتبدا تنزل تحت، فلازم ارجه كويس عشان ابخه في فروه الراس، فروه الراس مش على شعري، بفتح فروه راسي وبخه صبح وبالليل 5 بخات وادلك بيه شعري. اوكي. وبعد كده ببدا ان انا في اليوم اللي هغسل فيه شعري بالشامبو طبعا اعمل حمام زيت، وحمام الزيت يا جماعه لازم على فروه نظيفه، فروه شعر نظيفه، ما ينفعش اجي من بره فانا هاخد شاور بالمره اما اعمل حمام زيت عشان انا هدخل اعمل شاور، هاخد شاور، لا لازم اغسل شعري الاول بعدين اعمل حمام زيت وبعدين ارجع اغسل شعري تاني عشان انزل باقي الزيت كله من فروه الراس، عشان لو في لوشن هحطه او اي حاجه هستقبلها تدخل وكمان ما يضعفليش. بالظبط، بيقوي لي بصيلات بتاعه الشعر، لكن في ناس بتحط الزيوت تضعف بصيله الشعر لان طبعا هي طول الوقت هي محطوطه عليها كتماها. كتماها. بالظبط. طيب لقينا ان الناس جاي لنا بقى، بعض الناس اللي عندهم سوء تغذيه. طيب قلنا سوء التغذيه دي يا جماعه، طيب احنا عايزين نغذي بقى من جوه، احنا لازم ندي مكمل غذائي، ومكمل غذائي يكون فيه مضادات اكسده مهمه جدا للشعريه. خلي بالك ان اللوشن فيه مضادات اكسده، فيه فيتامين اي وفي قهوه خضراء والكافيين، كل الحاجات دي ما فيها مضادات اكسده، بتقوي الشعر، بتجدد فروه الراس علشان تقوي البصيله جدا، وكمان بتنشط لي الخلايا اللي موجوده في فروه الراس نفسها. ده شيء رائع. فبالتالي انا هستأذنك بس دكتور طيب. نجلي عشان الخط ما يقطعش. طيب معانا اوكي فاطمه على التليفون اوكي ونرجع تاني لان النقطه اللي بتتكلم فيها مهمه كمان، التغذيه طبعا. الداخليه. يا فاطمه مساء الخير. مساء النور، ازيك عامله حضرتك يا ايه؟ دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله. الدكتوره معاكي اتفضلي. حبيبتي ايوه ازيك يا دكتوره، فاطمه، انت ممكن ازي تساليها اللي حضرتك؟ انت عايزاه. احكي لنا حكايتك ايه يا فاطمه، انت صوتك صغنون صح؟ ايوه انا يعني كنت في ثانويه عامه ولسه مخلصه يعني الف مبروك نجاح الله بقى يبارك وكله فيك. تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. قوليلي بقى انت كنت بتعاني من ايه؟ انا كان عندي تساقط بس لسه ما يعني ما قربتش بصراحه مجموعه التساقط، بس قربت مجموعه الترميم، وكان اول مره اعمل حاجه في شعري اصلا البروتين. يعني. اوكي، فلما كنت وحسيتي اول بايه مره بقى؟ كان اول مره اعمل حاجه في شعري اصلا، فكنت متوتره وخايفه شويه من حبيبتي التجربه، فلما عملت الصراحه ما كنتش متوقعه يعني النتيجه، وبجد يعني فرحتني جدا. حبيبتي وحابه اشكر الدكتوره يعني بجد يعني من قلبي، لاني فرحت جدا بالنتيجه يعني. طب هل التساقط زاد؟ انت سامعه دكتور نجله بتقولك التساقط اخباره ايه؟ لا والله جميل، وحاسه كمان ان هو يعني بدأ يقل شويه. احنا شايفين دي صوره فاطمه، ها دي صورة فاطمة اللي قدامنا على الشاشة. أنا كنت فاكراها شايفة حالة شعرك تانية. يا فاطمة؟ فاطمة أنت قدامنا على الشاشة دلوقتي وشايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء شعرك الله يا حبيبتي. يجنن ربنا يخليك. يجنن ما شاء الله جميل. احكي لي كده أصحابك بقى وقرايبك، أكيد خرجتي. لا بجد يعني أكيد طبعا. أنا لما بجد رد الفعل ماما فرحت جدا يعني، مع كانت برضو خايفة من التجربة دي لأن أنا ما كنتش جربت اي حاجه على شعري برضو قبل كده زي ما قلت لك، باين ان شعرها فرحت فيديو مش جدا وان شاء الله برضو ما قالوش فعلا. حاجه. فعلا قالت لي ان انا المره الجايه ان شاء الله هجرب برضو مجموعه التساقط، ف يعني الحمد لله. الحمد لله. انت بقى دلوقتي عايزه بقى الخطوه اللي جايه هتستعملي مجموعه التساقط مش كده؟ ايوه ان شاء الله. انت دي المشكله اللي كانت عندك من قبل. ايوه كانت عندها، ما بتقولك انا كنت خايفه علشان كده ده. معلش يا فاطمه بالنسبه للتساقط انت بتقولي الحمد لله هو اتحسن صح كده؟ ايوه والله طيب. يعني حسيت انت حاسه بقى نعومه شعرك ايه؟ انت اكيد شفتي ناس كانت فارده بروتين بره او حاجه، نعومه شعرك مختلفه عنهم او حاسه ان هي ايوه حاساها كانها طبيعي؟ طبيعيه جدا يعني، حاساها طبيعي يعني، مش حاسه ان هي حاجه مثلا محطوطه على شعري، لا انا حاسه ان هي نعومه طبيعيه جدا نعومه يعني. طبيعيه خالص. طيب غسلتي شعرك ولا لسه؟
لا انا لسه، لسه. هو قالوا لي 5 ايام وانا ايوه. لسه ال5 ايام ما خلصتوش. طب هستنى تليفونك بعد ال5 ايام خلاص وتقولي ماشي. لي تجربتك ايه بعد غسيل الشعر، لان دي بقى طبعا بيبقى ايه، عارفه لو بتفتحي عايزه اقول لك، هي فاطمه اساليها غسلت شعرها وهي قاعده اكيد وتنشف هوا بارد. اصلا احنا اتغسل بنغسل في نفس السيشن اصلا وبيرجع الشعر تاني يتنشف. وبننشفه هوا بارد، وبعد كده بنقول لها ما تغسلوهوش بقى غير بعد 5 ايام. يعني اوكي، اوريدي العميل هذا بيستلم الشعر شعره يثبت. مبلول كمان، يعني مبلول ما شاء الله بيبقى مفرود وبيتنشف قدامه هوا بارد. الله، عندنا كل الفيديوهات موجوده كده، بنشوفه هوا بارد وبيستلمه ناعم جدا بعد الغسيل ما فيهوش اي حاجه، بس احنا دايما بنقول نستنى 5 ايام مع الغسله مع الاولى الغسله الاولى. بالظبط. طيب دكتور، كنت هتقولي لي قبل ما فاطمه تبقى معانا على التليفون اننا ازاي نغذي نفسنا داخليا داخليا علشان البشره والشعر بصي، كمان. بيجي لنا ناس كتيرة قوي الحديد عندي 7 و8. لا، ايه وفي يا جماعة، في أربعة ايه سبعة وثلاثة. في في حاجات. سبعة ايه بيقعوا على طول. ففي ناس عندها سوء تغذية، في عندها فيتامين د ناقص، في مش فاهمة تعمل ايه. هو انا لا ما باخدش تغذية، تلاقي تحت عينيها غامق، تلاقيها همدانة مش قادرة تقوم من النوم، مكسرة مكستلة، الحاجات دي فيتامين د ناقص، او عندها مشكلة في الغدة او. فقلنا يا جماعة طيب احنا محتاجين نغذي بقى داخليا. في ناس عندها كمان خلي بالك مش بس الشعر، ما هو لو شعري جاف وناشف جدا اذا بشرتي فيها مشكله. صح، يعني شعري طالما صحتي بتبان من بشرتي وشعري، ومن الشعر شعري حلو هتلاقي بشرتي شكلها كويس جدا مظبوط. ومظبوطه، هتلاقي ضوافري قويه، كل الحاجات دي مرتبطه كلها ببعض. طول ما في غذاء بيغذي كل الحاجات اللي موجوده، اذا كان شعر بشره ضوافر. فبدانا نقول طيب احنا عايزين نعمل حاجه مكمل غذائي اللي هو مالتي فيتامينز علشان خاطر يساعدني بقى انه يعوض لي كل الحاجات الناقصه، يقعد لي فيتامين د، يديني نحاس اللي هو مهم جدا يا جماعه للشعر الابيض اللي بيظهر. الناس بتبقى في عندها نقص في النحاس عشان كده الشعر الابيض بيبدا يظهر. طب احنا بنعوض ده، بنعمل طبعا بيعملوا تحليل نحاس نشوف النحاس عامل ازاي. طيب لو انا عندي الهيموجلوبين قليل او حاجه برضه نفس القصه، بيكمل لي الدنيا دي كلها وبيبدا ان هو يزود لي الهيموجلوبين في الدم. طيب ابدا بقى بعد كده الزنك مهم جدا للبشره والشعر، ده زنك مهم والمناعه جدا وده. والمناعه الزنك كله، ده زنك فجاه لقيناه وفيتامين سي المفروض كله له ضروره حتميه مهم يعني في جدا. حياتنا. السلينيوم مهم جدا، عندي مواد A وبي وسي ودي وبي، بي واحد واثنين وثلاثه وهكذا لحد 9. يعني انا عندي مجموعه مغذيه جدا للشعر جدا. فعملنا المالتي فيتامينز، في بايوتين وفي فوليك اسيد مهمين جدا. تلاقي الست الحامل يقول لها خدي فوليك اسيد علشان يغذيكي، وتلاقي شعرها طول وقت الحمل، وقت الحمل وبعد الحمل شعرها يقع في اثناء الرضاعه. ليه؟ بطلت الفيتامينز اصلا اللي كانت ماشيه عليه، يا خبر وده ابيض. غلط. المفروض بالظبط، الطبيعي ان انا استمر عليه مده حتى 3 شهور وبعد كده ابدا استخدم حاجات موضعيه على الشعر ما وبعد كده اعمل. تفرجيه لنا يا دكتور. فببدا بقى اهو رو باودر. رو باودر بس عايزه اقول لك رو باودر هايل جدا. كل الحكايه ان انا بعمله زي هو بريحه الفراوله او اوكي طعم الفراوله. عايزه اقول لك بس انا كل ما اطلعه احس ان الريحه تحفه بصراحه. خليني عايزه اشرب تاني. على نص كوبايه ميه. بصي على ربع او نص مفيش مشكله. طيب اوكي، انا مش عايزه اشربه على الميه، خديه على علبه زبادي. طب انا بعمل دايت، ايه ده؟ اعملي خديه على ممكن علبه احطه على زبادي حاجه لايت. بالظبط، يعني زبادي زبادي لبن خالي الدسم ممكن مش اعمل ده فوار كامل. يعني؟ لا 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 انا بس خالص، مجرد ما بقلبه. مجرد ما بقلبه كده بالظبط. بصي باخد معلقه، المعلقه دي باخدها كبيره كده بالظبط، حتى هي لونها بينك اصلا، لون بالظبط لون ايه الفراوله، لون الفراوله. ببدا اعملها اهي بس كده خلاص، هي خلصت واحطها على عندي اي حاجه وهي بالظبط. طعمها لوحدها حلو، ريحه طعمها حلو جدا. يعني انا فراوله لو بشربها كده دلوقتي انا كاني بشرب عصير فراوله، يعني حتى لو بديها لاولادي هيفرحوا بيها جدا. انا اتقال لي التعبير ده، اتقال لي ان هو عامل زي، انا مش هقول اسم حاجه، بس زي عصير مثلا بره اللي هو الفراوله على اللبن اللبن بالظبط. فقالوا لي ان هو حلو جدا، الولاد حبوه جدا وبيشربوه حياته، فقالوا عليه الاسم التاني. ممكن استغنى عن المالتي فيتامين بتاعي واخد ده كبديل ليه؟ ما هو فيه كل هو مالتي فيتامينز اصلا، هو كل الفيتامينات بالظبط. فيه في جنين القمح ده عايزه اقول لكم فيه مضادات اكسده هايله جدا جدا، ده دايما مهم كنت جدا بسمع للشعر جدا والخلايا الجسم، المناعه، بيقوي المناعه جدا عشان الظروف اللي احنا كمان فيها. طيب اشرب بقى. اشرب يا دكتور. حلو جدا، انا بشربه زي العصير بالظبط، طعمه حلو جدا جدا يا جماعه، كاني بشرب بالظبط عصير انا بعمله من بره. جميل.
بالهنا والشفا يا دكتور. الله يهنيك انت يا بتشربي حبيبتي. وانا اشرب بعد الهوا اشربي بقى. بعد الهوا. ايه رايكم نشوف الريفيوهات؟ لان الريفيوهات دي من واقع تجربه حضراتكم مع كل البرودكتس اللي بنعرضها من اورجانيكا، واحنا شايفين اهي بتتكلم عن مجموعه تساقط الشعر. نشوف الريفيو اللي بعد كده اهو. انا استخدمت حاجتين من عندكم البروتين وكان تحفه بجد، وده اللي شجعني استخدم سوتي، ونزلت في الشهر خسيس. 8 كيلو. طبعا احنا بنستضيف دكتور محمد دكتور تركي محمد تركي وبيكلمنا عن سوتي، بالظبط. هو برودكت من ضمن البرودكتس بتاعت اورجانيكا، الشركه بالاضافه ان احنا شايفين على الشاشه شهاده الايزو، طبعا شهاده اعلى الجوده. الجوده، وهو كل مرخص المنتجات، لزر كل المنتجات، كل المنتجات الحمد لله. الأسئلة ما بتخلصش، واللي احنا بنقوله دايما في الاستوديو بناخده من صفحة أورجانيكا على فيسبوك اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم، وعلى السوشيال ميديا طبعا بالظبط. كله. ابعتوا لنا الأسئلة دي واسمعوا معايا حالا بالظبط. دكتور نجلة هتقول لنا ايه عن الأوفر اللي انا ما بنهيش حلقة لازم اسمعه كل حلقة. عامل 50% خصم على كل منتجات اورجانيكا وخدمات مركز اورجانيكا لست الستات. لست الستات يقولوا بس من طرف الاستاذه ست الستات. احنا مشاهدي برنامج ست الستات 50% على طول خصم للخدمات اللي في المركز وللبرودكتس كلها بتاعت اورجانيكا. بالظبط. دكتور نجله بشكرك شكرا جزيلا، كم من المعلومات، كم من التفاصيل والمستحضرات سواء للشعر او للبشره، ودلوقتي كمان مالتي فيتامينز، فاحنا يعني سعداء جدا جدا لله. بكل المعلومات دي. بشكرك شكرا جزيلا حبيبتي. وكمان بشكر حضراتكم، ما تنسوش تبعتوا لنا ريفيوهاتكم على طول عشان بنهتم بيها جدا. وبشكركم انكم تابعتوا حلقتنا النهارده من ست الستات. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله على كل خير. باي.